كتب وبينسى والموضوع انتهى. حسيت ان نزولك الميدان كتير واهتمامك بالثورة او اهتمامك بالسياسة اثر على مستواك الفني؟ اعتقد بالعكس، ان يعني الحمد لله من احسن سنين عملتها السنه اللي فاتت مع انبي، ويمكن كانت اضافه قويه بالنسبه لي ومع النادي في مسيرتي ان انا اطلع في بطوله افريقيا في الملحق دور 16 بفرق هدف، وان احنا الحمد لله اقل نادي مع الاهلي والزمالك هزيمه، احنا هزيمتين بس. ثالثا ان احنا نحقق لدور الثمانيه كاس مصر، ورابعا ان احنا نوصل للمربع الذهبي لتحديد البطل الدوري مع اهلي وزمالك واسماعيلي. اعتقد ان يعني يضيف لي كتير، وده طبعا الشكر ليه، كل الشكر طبعا كابتن العشري اللي انا يعني حزين جدا ان هو مشي، ولكن يعني قضيت معاه موسم كويس قوي، يا رب ان شاء الله التوفيق في اي مكان تاني. خمس تجوان في الزمالك امام الاهلي، ولا ست تجوان في الزمالك امام الاهلي، وخمسه قدام انبي، شايف انها بقت عقده بالنسبه لك؟ ولا خالص على الاطلاق، لان انا يعني اللي يخلي واحد يلعب كوره بعد هزيمه 6-1 اعتقد ان يخليه يستحمل اي حاجه، يمكن يعني دي اكبر يعني يمكن اي ازمه اي لعيب هيتعرض ليها. فاعتقد ان كل ده بالنسبه لي حاجات سهله جدا، ان انا اتغلب 2 و3 و4، ففي الاخر هي 3 بونت والدنيا بتعدي، لان انا ما بقفش عند هزيمه او عند اداء وحش، ودايما ببص للحاجات الكويسه اللي بتخليني دايما دافع ان انا اكمل في شكل كويس. كنت حارس مرمى شهير في الزمالك وتنجمت ورحت المنتخب، وبعدين فجاه تضرب بعرض الحائط كل